يفكر كيف انه يصل لهالمعرفة حتى انه يبلغ فرص ويشتري يطلع على اشياء بيكون من الصعب انه غير يقدر يصل لها. موجود في قسم هذا، قسم المعلومات الإدارية. ليس قسم، انا تخصص حتى انه يتعمق، يعني يكون تخصص فقط إدارة معرفة. كيف انه الانسان يقدر يرسم سياسات حتى انه يطلع على إدارة المعرفة، وكيف ممكن يعني انه يسيطر، انه كيف يقدر يخترق يعني انه الوسائل اللي يقدر يوصل للمعرفة. وليس كمسار، يعني احنا في العام طالب ماجستير طبعا اداره المعرفه. موضوع اداره المعرفه، حتى مشان الوقت، موضوع اداره المعرفه موضوع مهم، والان المؤسسات العالميه بما فيها البنك الدولي وغيره من المؤسسات بيعملوا انديكيتورز حول اداء كل دوله في الدنيا في اللي بسموها نولج مانجمنت انديكيتورز، وبالتالي هو موضوع مهم وصحيح بدأ الآن التخصص فيه، وهنالك برامج متخصصة في العالم حول إدارة المعرفة. وأنا كنت في مؤتمر حديثا في أبو ظبي والإمارات، عموما من الدول العشرة في العالم المتفوقة في إدارة المعرفة. إدارة المعرفة موضوع مختلف عن المعرفة نفسها، أو مستوى قديش في عندك جاهزية أو دخول إلى أو وصول إلى المعرفة إلى آخره. إدارة المعرفة موضوع متخصص ومهم، وبدأ العالم يفكر فيه كما تقترح بأن يصبح هنالك تخصص في هذا المجال، وربما يكون من مفيد أنه تكون جامعة اليرموك من الجامعات الأولى التي تفكر في هذا البرنامج لخدمة الوطن، لأنه معيار إدارة المعرفة ينطبق فقط، ليس فقط على إدارة المعرفة في المؤسسة نفسها ولا في الشركة نفسها، إنما أيضا في الدولة. فهو في إدارة معرفة على عدة مستويات، ولذلك يستحق أن يكون تخصص. أنا معك. شكرا. يعطيك العافية، بشكر كثير على وقتك وعلى العمل اللي أعطيتني إياه بالنسبة لنا. هلا إحنا بداية بشكل عام الشباب بيكون في عنده طموحات كثير، وعادة بيكون في عنا أفكار ممكن إنها تكون مش موجودة بأي مكان ثاني، خصوصا بالنسبة للمكان اللي إحنا موجودين فيه. بداية الطريق بيكون صعب عادة وشاك كثير، فما بيكون في عنا الحافز القوي عما الواحد يكمل. فكيف بدنا نوصل لحلقة الإنجاز، أو كيف يعني بدنا بعدين ما نشوف مع الأشياء الأحلام اللي إحنا نشوفها، أو بعدين بداية الطريق صعب، أو بعدين نشوف بعض الإنجازات، كيف بدي أفكر في هذا الموضوع وصلنا له؟ لازم تكون عنيد. أنا يعني زملائي أيضا بيعرفوا مواقف إلي، كان يجوني مثلا الصبح يقولوا عندنا مشكلة، ويبقوا قلقين وعابسين وفي قضية في مشكلة. أنا أقول حلو، الحمد لله عندك مشكلة، هذه خبر حلو. كيف خبر حلو؟ عندك مشكلة معناته عندنا شيء نشتغل عليه وننجح ونحل المشكلة. بدك تأخذ فلسفة بأنه الحياة كلها مشاكل ومطبات وعقبات وحرب وصراعات وحسد وكل شيء بدك موجود، بس مدام انت عنيد ومدام انت تنظر الى الصعوبات بانها نعمة. انا اقول انه من حاربوني هم احسن الناس اللي احسنوا الي، اللي حاربوني في حياتي هم كتار وما زال. انا من يحاربني بحبه لانه هو عم يعطيني قوة. فلسفة يمكن تلاقوها غريبة، بس صدقني في 75 سنة لم يخدمني أحد قد اللي حاربوني. أولا بشهرني لأنه قاعد كل نهار يحكي علي، فبصير الناس تعرفني أنا. ثانيا بعدين بكتشفوا أنه كلامه غلط، فبكون أنا طلعت الصح. ثالثا بخليني واعي أني ما غلطش، لأني لو غلطت حيستلمني وتنجل فيه السكاكين. أنا أعدائي ومن حاربني ومن عرقلني عملي هو صديقي وخدمني. وهذه يمكن أيضا زملائي بالمؤسسة بيعرفوا هذا الموضوع عندي. أنا ما فيش عندي لذلك عدو، أنا عندي كل الأصدقاء، من يدعمني هو صديق
ومن يحاربني هو صديق، لأنه عم بقويني وعم بخليني أضلني واعي وعم بخليني حريص. أنا امبارح في المحاضرة واحد بسألني سؤال في الرأي، كيف بدنا نعمل كل الأشياء اللي أنت عم تقول عنها عن المواطنة والولاء والتعليم والآخرين في ظل الرقابة الأمنية؟ قلت له شو مشكلة الرقابة الأمنية؟ شو علاقتها بالعم الحكيم؟ الرقابة الأمنية أنا بالنسبة لي نعمة، لأنه أولا بتحميني طول ما أنا مراقب، بس لو حد يعتدي علي بكتشفوه. ثانيا المراقبة الأمنية عمرها ما بتعطلك ولا بتسئلك إذا أنت مش عم تعمل غلط. فكثير بتحجج بقول لك احنا في رقابه، في ارهاب امني 75 سنه والله لم يكلمني واحد لا من مباحث ولا من مخبر ولا من شرطه باي قضيه، لاني ما عملتش غلط. فالرقابه الامنيه لا يمكن ان تكون عقبه الا اذا انت مجرم او ناوي ان تكون مجرم. اذا مش ناوي تكون مجرم الرقابه الامنيه نعمه. انا مكاتبي منتشره في كل الدنيا كما ذكر سعادة مدير الجلسة. طب أنا ما بعرف أنه في مخابرات في كل مكتب من الدولة؟ بعرف وأرحب فيهم، لأنه بهمني يأخذ الخبر الصحيح بدل ما يأخذ وشاية غلط. أنا عندما يكون في عندي واحد مدسوس في مكتب من مكاتبي من أجهزة المخابرات من أي دولة في الدنيا، وأنا موضوع يعني قابل لأجهزة المخابرات مش بس الأردنية، كل أجهزة المخابرات الدنيا يجب واجبها. والمخابرات كمان مش شيء سيء يا جماعة، المخابرات اسمها انتليجنس. المخابرات أو الرقابة الأمنية هي انتليجنس، هي عمل فكري، جمع معلومات فكرية، جمع أخبار فكرية لتستعملها لخدمة الوطن. طيب خلي يكون في واحد من المخابرات من دولة معينة موجودة عندي، هذا لما يكتب التقرير حيكتب الصح، وما دام أنا عم بعمل الصح ما عندي مشكلة، أهلا وسهلا فيه، يقوم بشغله ويشغل للمخابرات نفس الوقت، اهلا وسهلا. فيا مولاي لا ابدا لا تظن ان هنالك من يستطيع ان يعيق نجاحك اذا انت كنت عنيد زي هالرجال هذا اللي عم بحكي. بدك تكون عنيد وتعتبر انه كل مشكله تاتيك هي قوه لك وهي فرصه لك لتنتصر ولكي في المره القادمه تشتغل بطريقه افضل. شكرا. شكرا لك. في نهاية هذا اللقاء شكرا جزيلا للدكتور طلال أبو غزالة رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين على هذه الأفكار الإبداعية التي قدمها في هذا اللقاء، فهو يمثل حقا مجمعا تراكميا للخبرات والمعرفة. كما أشكر كل من ساهم بالإعداد لهذا اللقاء، أشكر الأستاذ الدكتور أحمد العمري مدير مركز الملكة رانيا في جامعة يرموك، كما أشكر الأخوة العاملين في عمادة شؤون الطلبة والأخوة الذين ساهموا بالإعداد من المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. والسلام عليكم ورحمة الله.